وانت بخير حسن، ورمضان كريم عليكم كلكم والجميع وعلى هواس تي في. ونحن ممنونين انه هواس تي في معنا هون الليله في فندق مينا السلام بمطعم هنايا. الايفنت اللي عنا اياها الليله هي عن الباشن فور فاشن. الشخصيات اللي موجودين الليله معنا كلهم بيختصوا بالموضة، بموسم الموضة، مصممين أزياء، من أهم مصممين أزياء معنا الليلة. والموضوع كله عن الباشن فور فاشن وقد ايه تطورت الموضة بالشرق الأوسط وحتى هون بالجي سي بالخليج، بالدول الخليجية. الفلسفة مش جديدة، هي فلسفة كتير بسيطة عن كيف كل امرأة لازم تهتم بحالها من ناحية اللبس، من ناحية المكياج، من ناحية تزبيط الشعر، ولا تحس بكونفيدنس وبقوة. بنفس الوقت كيف تطورت الموضة بالشرق الأوسط والتكنولوجيا له دور كتير كبير بهيدا الموضوع، ومش بس بالشرق الأوسط، بأوروبا وحتى بأمريكا. ونحن اليوم عنا مواسم موضة عربية بالشرق الأوسط، يلي منهم موسم موضة العربي، عرب ايجيا فاشن ويك، دبي فاشن ويك، برايدل فاشن ويك. يعني عنا فاشن ويكس هلا ما عاد we can't even count anymore how many fashion weeks عنا هون in the region. So هيدا بفرجيك انه fashion is growing بطريقة كتير كتير سريعة هون عنا in the region. وانا بحس دبي كبلد حتكون الفاشن هاب تبع الشرق الاوسط. السر الجميل انه اكيد الانسان يهتم بحاله، يهتم بصحته، باللايف ستايل تبعه، يهتم بجسمه، بالليفل اوف اديوكيشن تبعه. بنفس الوقت شو ما الانسان يلبس اخر النهار he's gonna look amazing. ممكن ننقل to English؟ Can we switch to English now? Okay, so basically the secret to a beautiful person is not only how they look on the outside, but it's a combination of the inside and the outside. So you have to maintain a certain lifestyle, lead a healthy lifestyle in order to maintain that outer beauty. It comes from within. هلا الشخصيات اللي كانوا موجودين معنا الليلة هن دكتور زيجلر، هو دكتور أمريكي من أهم دنتست بالشرق الأوسط. كان عم يحكي عن المايغرينز يلي النسوان بيجوها هون عنا in the region من ال incorrect bite. يعني نحنا when we grind بالليل، لما تعرف الجرايندينج بياخد كتير من الجو لاين، وهذا الشيء بسبب وجع راس، صداع بالراس. سو حكي لنا عن الاسباب يلي هالاشياء بتصير. هذا كان واحد من المواضيع يلي حكينا فيها الليله. موضوع ثاني هو كان مع ميرنا الحاج، هي من اهم مصممين ازياء بالشرق الاوسط، حكيت عن البراند تبعها. بنفس الوقت كان معنا جيسيكا خلف. جيسيكا خلف هي من موسم موضه العربي، هي من الارب فاشن كونسل. بنفس الوقت هي مسؤوله عن اهم براندز تطوروا هون بالشرق الاوسط. وكان معنا بريانكا. بريانكا عندها بريوري brand, it's a jewelry brand. حكيت كمان about jewelry in the region with sustainability of jewelry in the region. So كان it was a very very interesting event, very informative, very educational. تعلمنا كتير، وبفتكر كل إنسان اللي كان موجود معنا الليلة أخذ كتير معه من بعد هاي الإيفنت. نحن عنا كتير emerging talent بالبلد، عنا designers هلا ابتدوا، وأنا بشوف very very bright futures قدامهم. عنا a lot of local talent، عنا a lot of emerging talent، عنا designers بيجوا من كل بلاد العالم لي to establish their names here in Dubai. So Dubai أكيد fashion hub، والمستقبل تبع الفاشن بدبي is a very positive one، وهيدا الشيء كلنا بنفتخر فيه. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع، ورمضان كريم للبيوتيفول تيم من هواس تي في. ونحن ممنونين انه هواس تي في معنا الليله، وان شاء الله هالسنه تكون حلوه على الجميع.